نبرات عالية، استنفار، خطابات مستفزة، تهديد ومستوى متدني سلك أهكل التيار العوني وجمهوره ومؤيديه بوجه الحليف حزب الله، حتى أكد البعض الطلاق بين الحليفين والانتهاء في المصالح. هلأ العلاقة بين التيار وحزب الله حاليا صايرة مثل عقد المطعة. إذا بدك تيار الوطن الحر بلا حزب الله بيصير مثل بساينة وكانت طول عمرها ربيانة ببيت، إذا كبيتيها مع بساينات الشوارع بتاكل قتلة. يعني أول شيء حكي على الميت عيب، حرام ما بيسوى. كل ما هو عم بيلعب على الشط وبالمي ما حينجح، حيغرق. بيطلع شكليا بالضمنية بضل من جوا لجوا معه. بيكمل وقتها بيكون في مصالح ضد البلد. أكيد. إلا أن الذي حصل يوم الثلاثاء في موضوع الجلسة التشريعية والتمديد للبلديات وما حصل من على خارطة استحقاق نقابة المهندسين السبت الفائت يطرح علامات استفهام حول مصير هذه العلاقة. اليوم كل المؤشرات بتأكد أنه التيار الوطني الحر لا يزال تحت الغطاء الاستراتيجي لحزب الله، وهو يؤمن مصلحة حزب الله الاستراتيجية. هو بيأمن جلسات أو يؤمن نصاب لجلسات يلي بتناسب حزب الله، ومنا تأجيل انتخابات مجالس البلدية وتهريب بعض القوانين اللي صارت بجلسة الجلسة الأخيرة. أيضا عم نشوف هذا الأمر بتحالف نائبة المهندسين، حيث التحالف بعض ذاته حزب الله، حركة أمل والتيار الوطني الحر. يعني بالمبدأ حفلة الخلافات اللي بنشوفها بالعلن بين بعضهم البعض هي منا إلا بروباغندا إعلامية، عم بجربوا يضللوا الرأي العام ويبادلوا أدوار فيهم تغشوا الرأي العام، يقولوا التيار الوطني الحر صار خارج تحالف حزب الله حتى ما يتحمل تبعات هالتحالف، حتى لأنه الرأي العام اللبناني وتحديدا المسيحي صار يدرك جيدا من هو حزب الله. فاللي عم بيقوم فيه التيار الوطني الحر هي عملية غش مباشرة للمواطنين اللبنانيين وإيهامهم إنه هذا التحالف خلص، في حين إنه هذا التحالف لا يزال قائم، والتيار الوطني الحر هو جزء لا يتجزأ عن منظومة حزب الله يلي مرقت كل هالفترة من 2006 لحظة إعلان اتفاق مر مخيل. لا يزال هذا التحالف قائم، وكل ما عم نشوفه هالخلافات اللفظية والشعارات اللي عم نشوفها هي منا إلا بروباغندا إعلامية لتغطية الفشل والانهيار اللي حاصل. أما اليوم فخيارات التيار العوني محدودة، لا بل معدومة إلى حد ما، فزمن الأول تحول، فهل يلجأ إلى الخيار الأصعب ليتنازل لحزب الله عبر دعم فرنجية أو عبر تأمين النصاب له ليضمن له حضورا سياسيا ويحفظ حصته في المرحلة المقبلة؟ التيار الوطني الحر ليس سوى فريق ابتزازي يبتز الجميع للوصول إلى ما يريد، فعمليا التيار الوطني الحر من أنه جهة سياسية تملك مشروع سياسي كبير ومشروع جدي. هن بيرفعوا شعارات الإصلاح حتى يبتزوا الآخرين، وبيرفعوا شعارات الفساد لحتى يحققوا مكاسب تحت هالشعارات. حملوا شعار حقوق المسيحيين وكانوا أول من طعن بحقوق المسيحيين، فلذلك التيار الوطني الحر وقت بينعطى مكاسب بيمشي مع أي كان، بيمشي مع سليمان فرنجية أو غيره. من هذا المنطلق لا يعول على خطابات جبران باسيل ولا التيار الوطني الحر، لأنه كلها زائلة. وإذا عم نلاحظهم بالكتلة نفسها في عنا 100 خطاب، ببلش خطابه من عند الياس بوصعب يلي هو نشعر وكأنه عضو بكتلة التنمية والتحرير، وبينتهي عند يعني آخرين يلي هن بيزيدوا بالسيادة وغيرها. هذا التوزيع أدوار داخل كتلة التيار الوطني الحر هدفه حتى يقطعوا المرحلة الحالية ويحاولوا يجمعوا قدر المستطاع أكبر قاعدة شعبية حولهم بإهامة أنه هن هالقد ديمقراطيين متنوعين. الأيام المقبلة كفيلة بالجواب، فهل يدرك التيار العوني ورئيسه باسيل أن لا حياة إلا تحت جلباب أبيه؟